أما فرح وصلنا لنهاية فقراتنا لليوم ولا مساحتنا الطبية. كثير بنسمع بموضوع تكيس المبايض عند الصبايا، هذا الشيء أكيد له أسباب وله طرق. نسبته كبيرة رشا كمان، نسبة انتشاره صرنا نشوفه عند صبايا صغار، يعني أول طلعته مثل ما بيقولوا موجودة عندهم هاي القصة. اليوم نعرف أكثر عن كيسات المبيض، أسبابها وطرق العلاج. حتكون ضيفتنا لليوم الدكتورة رنيم زيتون الاختصاصية بالتوليد والجراحة العامة. صباح الخير. هلا صباح النور. هلا يا هلا، يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا فيكي. مثل ما عم نقول نحن كيسات المبيض هذا الشيء اللي يمكن عم نسمعه بشكل كثير كبير بالفتره الاخيره، خلينا نعرف شو هو وبعدين بنفوت تدريجيا برحله العلاج. تمام. اول شيء كيسات المبيض تعريفها الاوفاريان سيست، تمام، هو عباره عن كيس مملوء سائل مصلي بيتشكل على المبيض لاسباب كثير متعدده. طبعا بيتشكل، هو مرض شائع بتشكل عند كل النساء في كل مراحل العمرية. طبعا هو أشي عند النساء في سنوات الإخصاب أو سن النشاط التناسلي، وأقل شيوعا ما قبل سن النشاط التناسلي أو ما قبل البلوغ وما بعد سن اليأس. تمام. طبعا هو سير حميد، الكيسات بالعادة بتروح لحالها، نكتفي بس فقط في المراقبة، ما بحاجة لأي شيء فقط. في أنواع؟ اليوم طبعا نقول كيسة مبيض بده يكون في انواع لها؟ طبعا اكيد في انواع كثيره لكيسات المبيض، نحن بنصنفها على شكل كيسات وظيفيه، تمام، او طبيعيه، وفي كيسات مرضيه. اوكي. الكيسات الطبيعيه في عندنا نوعين، كيسات جريبيه بنقول عليها فوليكولار سيست، كيسات لوتينيه، كيسات صندوقيه. طبعا هي الكيسات الثلاثه هي اسم كيسات طبيعية ذات سير حميد، ممكن شهر 2-3 بتروح لحالها. هلا بحكي لكم عن كل وحدة شو سبب ظهورها. نرجع للتصنيف الثاني من الكيسات، كيسات المرضية. كيسات المرضية عندنا كمان كذا نوع، مثل كيسات الاندومتريوز، كيسات اللي بنقول عليها كيسات الشوكولاتية، شوكولات سيست، تمام، كيسات الخراجات البوقية المبيضية، كيسات الغدية، تمام. في كمان عندنا كيسات ناتجة عن التهابات الحوضية. إذا بدنا نحكي دكتورة عن رحلة العلاج، فهي يمكن شو هي القاسم المشترك بين كل العلاجات؟ لكل عمر ممكن يكون له علاج خاص فيه أو العلاج ممكن يكون مشترك؟ هلا بالنسبة للعلاج ما فيك تقولي مشترك، يعني بصراحة كل حالة، كل صنف من هدول الكيسات لها طريقة متابعة وطريقة علاج. تمام، خلينا نعرف بالتفصيل كيف. هلا الكيسات الوظيفية مثل الجريبية اللوتينية، هدول كيسات بينشأوا بشكل طبيعي. الجريبية هي ناتجة عن الإباضة، ما بتنفجر، بتكبر بتكبر تتشكل كيسة على المبيض. والكيسات الجريبية كمان ناتجة عن نمو جريب الأصفر من غير ما يكبر بالحجم وما يروح، من غير ما يروح يفشل. نحن بنراقبها، طبعا هي الكيسات مراقبة دورية، تمام، لا أكثر ولا أقل، من دون أي علاج. أوكي. فهي كيسات شائعة طبيعية بتنكشف عفويا عند السيدة، يعني ما بتجي بشكاية محددة بالعادة، بتجي مراقبة عادية أو عندها مشكلة تانية نعمل لقيكم نشوف عندها كيسة مبيضية. هي كيسات عفوية، يعني ما بتخوف، بريئة بس بتتابع، يعني ما بنقلها تركيها يعني اهمليها، لا، انه كل شهر بتعملي لنا زيارة بنطمن عليها، نفس الحجم، زادت نقصت، صار معك أي أعراض بننبه للمريضة، أي عرض جديد صار عندك بتخبرينا فورا، طبعا إنه قابلة لأنه تكبر، قابلة لأنه يصير فيها نزف، قابلة لأنه يصير فيه بسببها انفتال مبيض أو أي شيء ثاني، فنحن بنعطيها شوية تعليمات للمريضة تنتبه على حالها تابع شهريا بالدورة التمثيل عنا، عليكم متابعها. أما الكيسات المرضية طبعا أكيد هي ما بنتركها أبدا، بنعمل إيكو عن طب أشعة بعد ما نشوفها، نحن بنأكد تشخيصنا بنبعث على طب أشعة، بنعمل لها إيكو شعاعي، ممكن نضطر نعمل لها طبقي محوري، ممكن نضطر نعمل لها صورة تحقن مع حقن الصورة الزليلية. هي طبعا حسب منشأة بيكون طريقة العلاج، يعني. تمام. هلا اذا كانت في سياق شكينا بالاندومتريوز، طبعا هي علاجها بيكون تنظير بطن، استئصال عن طريق التنظير او عن طريق الجراحه، لانه كيسات الاندومتريوز مشاكل كبيره،
بدءا من التصاقات الحوضيه للالم الحوضي كل دوره تمصيل، للالم اثناء الجماع، انتهام بالعقم، فابدا ما فينا نتركها لانه اذا تركناها حتزيد وتتفاقم. الكيسات الحوضيه الناتجه عن الالتهاب الحوضي اللي بتساوي سواء وزمه البوق فالوب او التهاب بوق فالوب او كيسه مبيض ناتجه عن الالتهاب الحوضي، هي بدها معالجه دوائيه جراحيه ومتابعه عليكو. في حال اضطرينا ممكن اذا صار خراج بالنتيجه بدنا نضطر نفتح نفجر الحراج نشيله ونعالج بالصادات، تمام. اما الكيسات الورميه ببين معنا من التشخيص على الايكو، طبعا ببين معنا في محتويات سائليه نسيجيه، هون نطلبها تبقي محوري، نشوف علاقه الكيسه مع الملحقات مع المحتويات الثانيه بالبطن، ومنقيم شو مقدار التدخل الجراحي اللي حنضطر نحن نفوت عليه، وطبعا استئصال بالنتيجه وارسال التشريح المرضي لنعرف درجه الخباثه الموجوده او درجه اذا كانت سليمه من نوع الورم السليم. هي ممكن هي تكون خبيثه يا دكتوره؟ هلا درجه الخباثه موجوده اكيد، نحن ما فينا ننفيها، فاي شيء مستأصل من الجسم بنبعثه على التشريح المرضي. درجه الخباثه بتكون اكبر بالكيسات اللي بتتشكل عند النساء ما بعد سن الياس او بعد الأربعين سنه من العمر، وخاصه بعد ما تقطع الدوره. اي موجود اي كيسه نحن هو سرطان حتى يثبت العكس بصراحه. نعمل التحاليل اللازمه، الوسيمات السرطانيه، الصور اللازمه، ونستأصل اكيد من الشيء يعني ما بنتركها. وما قبل البلوغ مثل ما بعد سن الياس نفس هذا الطريقه. هذا الاستئصال ممكن ياثر على الرحم او على خصوبه المراه او حتى على الانجاب، لانه كثير من النساء بخافوا من قصه انه ممكن يصير معهم عقم في حال تعرض لاي عمليه جراحيه. هلا نحن بالاستئصال اكيد نحن درجه اولى بنحافظ على المبيض قدر الامكان، ما بندخل ناخذ نشيل كيسه، بنحاول نولدها بشكل توليد طبيعي، ناخذ الغشاء الانتعاشي بنشيله، بنحافظ على المبيض، بنخيط وبنطلع. يعني نحن رقم واحد عندنا الهدف الاساسي المحافظه على المبيض. في حال لا سمح الله اضطرينا لاستئصال المبيض اكيد بنشيله كامل. صح دكتوره. حكيتي بانه هي عفويه وانه هي طبيعيه ممكن تكون موجوده عند كثير من النساء، ولكن رجعتي ذكرتي انه نحن في عنا انواع ممكن توصل للخباثه. صح، انا حطول لك السؤال تاخذي نفس قوي شوي. اليوم في صبايا كثير بصير عندهم هاي الكيسه، ولكن نحن كثير بحاجه لثقافه الوعي انه نحن نروح نشيك بكل فترة نزور طبيبنا. يعني بلا ما جارتي قالت لي خدي انه هو دواء تنظيم الحمل او مانع الحمل، فورا بيروحوا لحالهم على الصيدلية وبياخذوا وبيبلشوا فيه. قد ايه هذه القصة كثير ممكن تكون مؤذية وضارة، يعني اكثر ما يكون شيء ايجابي؟ هلا طبعا هون نحن طبعا هي قمة الغلط انه نروح على الصيدلية ناخذ دواء حب مانع. احيانا حبوب المانع بحد ذاتها هي بتساوي كيسات، فغلط كبير جدا انه نحن نروح ناخذ حب مانع من الصيدليه انه نعالج كيسه. نحن كاطباء لحد معين ما بنعطي علاج قبل مثلا خمسة سنت قطر الكيسه، تحت الخمسة سنت نحن ما بنعالج ابدا، بس بنكتفي بالمراقبه الدوريه. تتمزق لحالها يمكن بتنزل. تمام، بتروح لحالها هي كيسه بتروح لحالها. فبنكتفي بالمراقبه، اما فوق الخمسة سنت اكيد بدنا نتابع مع علاج، ممكن توصل للعشرة سنت وتروح لحالها. هلا احنا بننبه المريضه انه انتبهي بس انه اي عرض جديد بالدوره التمصيل او الم شديد في بطنك او نزف او احساس جديد فورا بتخبرينا. ظاهريا دكتوره شو بياثر اشعار زايده على الجسم؟ ممكن بنشوف صبايا كثير عندهم اشعار زياده بيقولوا انا عندي كيسه على المبيض عملت لي خربطه بالهرمون أدت لهذا الشيء. هل الأشعار الزيادة سببها مو الكيسة؟ هلا نحن عنا شيء اسمه تكيس المبايض أو المبيض متعدد الكيسات BCO. هلا BCO هو بيساوي كيسات. يعني في نحن عنا كيسات تتشكل عرضية مبيض متعدد الكيسات. هاي الكيسات مرضية. BCO مرض عنا هو بحد ذاته مرض ومنتشر ببلادنا بكثرة، يعني بنلاحظه كثير عند السيدات سواء المتزوجات أو غير المتزوجات. وبنعطي علاج له ومنتابع المريضة فيه. لانه قمه الغلط ما نعطيها علاج، نتركها بحاله. يعني البي سي او يعالج فورا اكيد. البي سي او هو اللي بيسبب الشعرانيه وليس الكيسه الوظيفيه، وهذا له علاجه الهرموني مده فتره لا تقل عن 6 شهور تقريبا. نعم دكتوره، نصائح اخيره بتحبي توجهيها لكل السيدات والصبايا في حال الوقايه او البدء في رحله العلاج؟ هلا النصائح او الوقايه فينا الا للسيده تمتنع عن التدخين، اي شكايه غير طبيعيه
أو تغير بعادات الدورة التنصية، تراجع طبيبة فوراً، متابعة دورية لها يعني كل 3-4 شهور تعملها تشيك أب للبطن عندها، أي عرض جديد تراجع في طبيب نسائي. دائما الاستمرارية يعني التشيك، يعني احنا عندنا هي الثقافة كثير، يعني ما مروا غير النقالة. صحة دكتورة، سعد صباحك وشكرا لكل المعلومات اليوم اللي قدمتيها، ان شاء الله هيك صباحك صحة وخير على طول. شكرا لحضورك. شكرا كثير. شكرا لك دكتورة.